هذا التطبيق جدا مميز وهو لمراقبة الوزن، والميزة فيه أنه تقدر تربطه بالآي كلاود بحيث أنه لو غير جهازك أو حذفت التطبيق ورجعت حملته مرة ثانية بتنزل كل بياناتك اللي كنت مسجلها في التطبيق. أول ما تدخل التطبيق بتجيك هذه الصفحة اللي تحط فيها بياناتك المهمة مثل الجنس والطول والوزن المطلوب والتاريخ، وبعد كذا بتجيك هذه الواجهة. هذه الواجهة فيها تفاصيل الهدف اللي أنت حددته، مثل الوزن المطلوب 70 وأنه لازم أنا أخسر مثلا 6 كيلو خلال 122 يوم، وإذا أخذت وزن جديد تضغط على هذا الخيار وبعدين تدخل الوزن الجديد. الميزة فيها التطبيق أنه يعطيك هنا مؤشر لزيادة الوزن أو نقصانه، بالإضافة إلى أنه يرسل لك إشعارات للتذكير مثلا بقرب الموعد الهدف أو شيء زي كذا. المهم أنه هذا التطبيق جدا ممتاز لمراقبة الوزن، راح أنزل لكم بسنابات الجاية، وتحياتي للجميع.